رفعت الرايه البيضاء في هذه اللحظات، فتحت البوابات واندفعت الجياد والافراس المنتجه محليا عمر 5 و4 سنوات من علامة 1650 مترا في شوطنا الثاني في هذا المساء. مشاهدينا الكرام، والتقدم لمروع الخيل المطاردة تأتي لحلوة صنعاء، وكذلك المحاولات الآن تأتي لمشعال في محاولة أيضا للتقدم، كما أشاهد أطيب في محاولة أيضا. المركز الثاني شقيران يتقدم إلى المركز الرابع، والتقدم الآن يأتي لمصلحة أرفلون من المركز الأول مع فيصل الميموني في محاولة للتقدم في هذا الشوط. يأتي الآن كذلك رقم 7 أطيب في تقدم في هذا الشوط للمركز الأول في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، ولا زال التقدم لرقم 7 أطيب في محاولة لخطف صدارة هذا الشوط والمركز الأول مع محاولات من الخارج الآن لأرفلون في محاولة أيضا لخطف المركز الأول مع الاقتراب من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، وكذلك التنافس على شدة في هذا الشوط، محاولات الآن لأرفلون في محاولة لخطف المركز الأول في هذه اللحظات، ولازالت أيضا أطيب في محاولة أيضا لخطف المركز الأول محافظة على المركز الأول مع محاولات تشاهدها لسهم نهد الآن من الخارج فيما أرفلون ما شاء الله تبارك الله مع فيصل الميموني والانطلاقة إلى المركز الأول في محافظة على التقدم والمركز الأول وتوسيع الفارق. والمركز الأول لأرفلون للصبل بن حمدام المرغلاني من نسل بريمونت، المدرب عبد الرحيم حمدام والخيال فيصل الميموني ما شاء الله.